بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مسكير عبد العالي، مهندس برمجيات، ونواصل في دروس SQL Server الدرس 19، وسنتكلم دائما على أساسيات الجزء السابع، حيث سنتكلم على وهو الأخير، يعني سنتكلم على الديبلوي والإكزيكيوت، يعني كيف ننفذ الباكيج وكيف نعمل ديبلوي لإرساله إلى سيرفر معين. إذن كما قلت، هذا الدرس سيكون الأخير إن شاء الله في هذه الدورة، لكن عندما أجد درس مهم جدا سأضيفه لا محالة، يعني حاليا لنكتفي بهذا القدر، وبعد ذلك عندما أجد مكون مهم أو شيء إضافي سنتكلم عليه لاحقا إن شاء الله. أوكي، إذن عندي آخر مشروع قمنا به، حيث تكلمنا على اللوكاب وأيضا كوموند أولوديبي. أريد الآن أن أنفذ هذا التطبيق، إذن وأيضا أعمل له ديبلوي، ديبلومنت يعني في سيرفر. الديبلوي نستطيع، تكلمت في درس سابق على الديبلوي بصفة عامة، لكن سنعيد إن شاء الله. الديبلوي عندي الباكيج الخاص بي الذي أنشأته عن طريق فيزيوال ستوديو أو أداة من الأدوات الأساسيات، ثم نستطيع عمل ديبلوي الى من؟ الى سيرفر SQL او ازير، يعني هناك مكانين نرسل اليهما الباكيج، اما سيرفر SQL سيرفر او منطقه في ازير خاصه بالاساسيات، ويتم او تتم عمليه الديبلويمنت عن طريق اما SQL مانجر، يعني هذا أداة هذه SQL مانجر، أو عن طريق تعليمات، يعني سواء سي شارب أو تعليمات SQL بروسيدر ستوكي، أو عن طريق لانفيت دو كوموند، يعني لانفيت دو كوموند أيضا، يعني إما شال أو دوس، يعني هذا الـ CMD هذا، أو شال نفس الشيء تقريبا لين دو كوموند، وأيضا فيزيوال ستوديو أو فيزيوال ستوديو كود. كما قلت نستطيع ايضا عمل الكود سي شارب الذي يقوم بنقل الباكيج الى مكان اخر او عمل له ديبلويمنت. نحن نريد او ما يهمنا هو كيفيه انشاء، لاننا بما اننا نبرمج على فيزيوال ستوديو، اذا مثل ما نعمل مع مواقع الويب، ما نعمل مع تطبيقات موبايل، اي لابد ان نعرف كيف نعمل ديبلوي من يعني داخل فيزيوال ستوديو. إذن هو مثل التطبيقات الأخرى في فيزيوال ستوديو أو المشاريع، نضغط بالزر الأيمن ونجد زر اسمه ديبلوي، نضغط على زر الديبلوي يعطيني هذه الواجهة التي هي من المفروض تكون واضحة جدا، ويطلب مني تحديد يعني هل سيرفر أو أزير. بعد ذلك يطلب مني الكونيكشن، أعطيه اسم السيرفر وأعطيه مكان التثبيت. من المفروض عندما نثبت في عندما نثبت SQL مانجر هذا أو مانجمنت لسه أدري ما اسمه، مانجمنت ستوديو، عندما نقوم بتثبيته هناك يعني تشيك لتثبيت الكتالوج انتجريشن سيرفيس، يعني الأساسيات، هناك تشيك في عملية الانستال لابد من نقرأ عليها، وإن لم تثبته في البداية تستطيع عمل أوبديت للتثبيت، يعني تعيد التثبيت وتختار يعني هذه التعليمة، بعد ذلك تتحصل على هذا شبه المجلد يعني، ثم بداخله أساسيات. وفارغ حاليا كما تلاحظون، أريد إرسال المشروع إلى هنا. إذا نعمل ديبلوي ونحدد مثلا، نضيف اسم مجلد جديد تيست، أريد أن يضع هذا البروجكت في التست، أوتوماتيكيا سيضيف اسم البروجكت بنفس الاسم الموجود في فيزيوال ستوديو، ونعمل ديبلوي. هكذا سينقل كل المشروع من فيزيوال ستوديو إلى SQL سيرفر مانجر أو SQL مانجمنت، مايكروسوفت SQL سيرفر مانجمنت ستوديو. نعمل ريفرش هنا ونتحصل على مجلد التست وبداخله البروجكت، والبروجكت بداخله باكيج، والباكيج بداخله ملف الباكيج DTSX. بعد ذلك هل نستطيع التثبيت او التنفيذ؟ نعم
نذهب إلى التنفيذ الآن. هذا عملية الديبلوي كما شرحت. الآن كيفية تنفيذ مشروع. تعلمنا كيف ننفذ المشروع بواسطة الفيجوال ستوديو عندما نضغط على زر الاكزيكيوت، يعني هنا هذا زر ستارت. هكذا سينفذ كل البروسيس أو كل التاسك الموجودة في مشروعنا هذا، المشروع الأساسي. لكن الآن أرسلنا المشروع إلى SQL Management Studio، فنضغط بزر الأيمن ونعمل Execute، يعني بنفس الطريقة. سنجرب الآن كما تلاحظون آخر ما قمنا به هو ملء جدول الكليونت. سنعمل Delete هكذا يكون فارغ، ثم نضغط بزر الأيمن ونعمل له Execute. نضغط على زر OK ونقول موافق لعرض أيضا الريزلت، وكل شيء يقول لك كل شيء بالأخضر، كل شيء تمام. أوكي، إذا نرجع إلى الواجهة الجدول ونتأكد أن أحضر الداتا من يوزر، من جدول يوزر، هذا الموجود في الدرس السابق تكلمنا عليه، وكما تلاحظون جاءت الداتا. إذا تمت عملية execute لهذا البروجكت من داخل SQL Server Management Studio مباشرة بالضغط على Execute. أوكي. أيضا نستطيع تنفيذ، قلنا عن طريق SQL هذا الـ SSMS، وأيضا عن طريق Visual Studio كما شاهدتم في الدروس السابقة. نضغط بزر الأيمن بالزر هنا، وأيضا عن طريق لنفيذ دو كوموند دوس أو شيل، أو أيضا بكود سي شارب. أيضا نستطيع تنفيذ البروجكت بكود سي شارب. نستطيع أيضا عن عمل شيل اكزيكيوت، يعني نعطيه الملف بات وينفذه بالسي شارب يعني، أو هكذا بهذا الكود الموجود في الدوكيومنتاسيون الخاصة بميكروسوفت تجدونه. لكن غالبا نحن ما ننفذ المشروع سواء عندما نكون في مود ديفلوبمون، يعني عندما نريد تطوير المشروع نضغط على هذا للتنفيذ، ثم بعد ذلك ننفذه عن طريق SQL Server Agent، يعني نعمل Planification لهذا التاسك أو لهذا البروجكت، لمجموعة من التاسك. هذه Planification مثل الويندوز تاسك، يعني Planification، حيث نطلب منه في وقت محدد سيقوم بتنفيذ هذا البروجكت. لكن سنتكلم في هذا الموضوع في الدرس الأخير، الدرس اللاحق، يعني نسيت أن أتكلم عليه، هذا لابد أن نضيف درس لهذا الموضوع. اوكي، اذا قلت ان نضيف طاش بلانيفي هنا عن طريق SQL Agent، SQL Server Agent هو الذي سينفذ المشروع. كما قلت ايضا نستطيع تنفيذ عن طريق Shell Execute او Online the Command. كيف اذا؟ هكذا تعلمنا كيف نعمل بالفيجوال ستوديو، ايضا واضحه بسي شارب هناك كود لابد من تنفيذه، ايضا بالبروسيدر ستوكي او بالSQL هناك ايضا كود تجدونه في رابطة دروس مايكروسوفت. إذا أنا أخذت هذه الصورة من هناك، لكن كما قلت لا نحتاجها بهذه الطريقة، نحتاج غالبا ما ليندو كوموند أيضا نحتاجها، ممكن لأننا لا نريد عمل ديبلوي، نريد التنفيذ فقط. مثلا ننشئ ملف تجريبي ونريد إرساله إلى سيرفر، يعني ديبلوي إلى سيرفر معين، ولكن execute يكون على السيرفر بدون إرساله إلى SQL Server. أريد فقط نسخ هذا المشروع في مكان على السيرفر وتنفيذه على مستوى هذا السيرفر فقط للتجربة، فلذلك سنستعمل Lindo Command. إذن كيف نستعمل ذلك؟ عندي تعليمة، إذن أنا حضرت ملف بات هنا. أولا لابد من أن يكون عندك ملف اسمه dt_exec.exe، هذا تجدونه في مكان تثبيت SQL Server. كما تلاحظون هذا مكان تثبيت SQL Server، وهذا الملف هو موجود هنا. إذا لا تنسى الحاضنتين أو هذا الرمز في البداية والنهاية، ضروري. بعد ذلك نريد التعامل عن باكيج في شكل ملف، لذلك نقول له slash f معناتها فايل. بعد ذلك نمرر
بنفس الطريقة يعني ليرال أو عفوا مسار البروجكت الخاص بنا. كما تلاحظون هذا البروجكت كيف تحصلت عليه؟ فقط نقرت بالزر الأيمن أو ذهبت إلى هنا قلت Register to Save As وأخذت هذا المسار. يعني عندما ننقل هذا الملف في مكان آخر نعطيه ذلك المكان. هذا كل شيء، فقط البروجكت مسار الكامل للبروجكت والمسار كامل لملف DTX. نستطيع أيضا إضافته في الباث الخاص بالويندوز، وهكذا فقط التعليمة، نكتب فقط الملف يعني التعليمة ومفهم تكون يعني يتعرف عليها أوتوماتيكيا بدون كتابة هذا المسار الكامل. سنجرب الآن، نعمل سيف. إذا نذهب إلى هنا ونحذف كل شيء كالعادة. هل عندي سجلات؟ فارغ. إذا سأنقل، نستطيع أن نقرأ مرتين لكن لا نرى أن ريزلت. من المفروض نكتب هكذا، هكذا أرى الشاشة وأرى كل البروسيس التي تمت إلى آخر نقطة وكم من ثانية قام بالعمل ذلك. سنذهب إلى SQL Server الآن وننفذ، وكما تلاحظون عندي الداتا. إذا قام بتنفيذ كل التاسك التي شرحتها هنا مباشرة only in the command، يعني بتعليمة واحدة، سطر واحد فقط، يعني بملف واحد بات نستطيع تنفيذ project، نقل البيانات من مكان إلى مكان، معالجة البيانات إلى آخره. في الدرس القادم والأخير سنتكلم على كيفية عمل يعني task planify أو task لعمل أوتوماتيكيا في وقت معين سيقوم بتنفيذ، يعني مثل ما نعمل execute هنا في وقت معين سيقوم بتنفيذ هذا الباكج. إلى درس قادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.